هنا محاولة إلتون مرور وكرة اللعب وخطيرة رمان الله الخور. إذن الخور يهز المدرج ويسجل أول أهداف هذه المباراة عن طريق أنطونيو فالمور. هدف أول الآن لمصلحة خور فكان. الضغط الذي يولد الانفجار بالفعل ينفجر أنطونيو فالمور ويسجل أول الأهداف. لكن عينك على رامون لوبيز، عينك على رامون لوبيز. شوف مرور ممتاز، يرسل كرة عرضية خطيرة هذه داخل منطقة الجزاء لمصلحة فريق الظفرة. تتهيأ لا زالت الله خطرة. جول هدف التعادل الآن يأتي، هدف التعادل يأتي الآن. يبدو بخطأ دفاعي، شايف حارس المرمى يعني زعلان أحمد حمدان. لكن كانديدو يسجل هدف التعادل الآن للظفرة. كانديدو إذن يحرز هدف التعادل لتعود المباراة الآن من جديد. يعني ربما يكون فيها شيء، راح نشوف. لاحظ هل الكرة الماضية كم؟ إلى الآن ما في شيء، إلى الآن من هنا ما في شيء. نلاحظ الآن باراجوتيس يرسل كرة الآن باتجاه تونيو، خطيرة هذه، ممكن جول. جول الهدف الثاني الآن. سرعان ما عادوا، سرعان ما تقدموا. بالفعل الآن 2-1 وثالث أهداف هذا اللاعب، ثالث أهداف اللي هو إلتون فيليبي. إذن يسجل الآن ثالث أهدافه في دوري أندوك المحترفين. لكن يعني مسعود حسن المساعد الأول أيضا. بن عبيد في وسط الملعب، تسديدة من مهدي. الله الله يا هو هدف، الله يا هو هدف، الله يا هو هدف. حرك مدرج خور فكان اللي خلف المرمى مش اللي في الملعب، اللي خلف المرمى. اتحرك المدرج اللي خلف المرمى هناك على الكورنيش، ما هو اللي في الملعب بس. الله يا مهدي، الله يا هو هدف. صاروخ لا يصد ولا يرد. نعم هي تلامس احد المدافعين، لكن شوف معاي، شوف واحدة. هوبا الله، تغير اتجاهها بالفعل. سجل اليوم وسجل في الموسم الماضي ايضا. كرة اللعب الان، خطيرة هذه. جول 3-2. مباراة الاهداف الخمسة الان، مباراة الاهداف الخمسة. ينجح بالفعل فيردي اذا بتسجيل هدف الان في هذه اللحظات. هدف بخطأ كبير جدا من دفاعات فريق او دفاع فريق خور فكان. لاحظ هذه الكرة الماضية، شوف هنا الكرة بعد ذلك هي ثم التسديدة. خطأ مشترك فيما بين الدفاع وحارس المرمى ايضا في اللعبة الماضية. نعم خطأ مشترك. اذا فيردي يسجل الان هدف في هذه المباراة. رجال كرة ملعوبة الآن، عالية خلصها آيلتون، أنهاها آيلتون. رباعية لأبناء الخور. الله على عرضية، والله على رأسية، والله على رباعية. الآن يسجل آيلتون الآن ثاني أهدافه في المباراة، رابع أهدافه في دوري أندوك للمحترفين. لاحظ أنه لقاء فايزا على النصر 3-2. هذه كرة بالرأس، جول. ماذا هناك؟ حكم الراية ولا خارج الملعب؟ حكم الراية لا راح، شو اللي صار؟ كرة في المرمى. إذا 4-3، لكن حكم الراي ما أدري ليش ما راح يجري. شايف هدف في المرمى، هدف ثالث للظفرة الآن برأسية قوية، لكن الراي ما راح يجري.